تسافر ان شاء الله راح تنام. روح سعدون دور من الجهه الثانيه شوف لي اي ضوء بده يشتغل باي اوضه بتكون اوضتها. روح جيبك روح صاروخ بدون ما حدا ينتبه عليك. جاهز انا شو دخلني خلاص لك خلاص. بعدين لكم ضو غرفته شاعل وباحلى نفسه اللي كان شغال من شوي جاهز. شو؟ لا ايه شو يعني طول بالك يعني كلها نص ساعة بتكون صارت بيبي سابع نومة ونحن خلاص. قصدك يعني بنحملها وبناخذها برات المستشفى؟ ولك انت اجداد مش نتعب حالنا ونحملها اذا خلص بالغرفة يعني بغرفتها. قصدك جوات الغرفة؟ ايه روح جهز الكمامات واكياس النايلون والحبال يلا روح جهزهم. ولك داخيل اللي بيفهم سمعون لك هوبي سمعان. روح ركض نامي يا حمامي نامي خراس انت خراس. احسن شيء اخذ لي حفله من النوم بلكي بنفض اليوم من دون هلا ساعتين ثلاثه كرماني متحمل. ولك هي صار لها اكثر من ساعه مطفي الضوء. ولك حاجبها فارس حاجبها. يا جماعه انا ركبي عم يقصف. خيو انت خليك هون لا تفوت معنا اذا بدك منيح. لك لا ترد على هذا الحكي. لك هو قلبه عم يقول حقبه اكثر منك. ولك ابراهيم بعد ما وصلت اللقمه للتم بدك تراجع يا كافر. لقمه اشوف صحن شوربة. ولك جريمه هذا رح تشحرنا على عيننا. ولك هي اذا مسكنا يا فهمان بس وحياه جوز عيونك ما حدا يحس فينا. بعدين وينك؟ اذا تلبكنا روح وض بالسياره وارجع على البيت. بروح تعال خلاص. جبنا كان جبنا الصغيرة. على الصغيرة إذا حكيت كمان بدمع. كمامي أنا راح أقرب وجرب يلا
يا أرض ريتك. في يا دكتورة؟ في عيانين يا حبيبتي. أو النبي أبلا، ده احنا عيانين عي، إنما إيه جامد قوي. في يا دكتورة؟ في إيه؟ فتح يا سمسم. وين مريم؟ شو عملتوا فيها؟ مريم موجودة بس قاوبتي، ما بقى رح تكون موجودة. اتفقنا؟ شو بدكم مني؟ شو بدكم مني؟ لا يا دكتورة، صرنا 6 ساعات عم نستناكي لتنامي، بس صرنا بغرفتك بتقولي ما بنصحكم تقربوا علي، بزعل منك. ها بتشجعكم طبعا، انا معي الايدز والله العظيم، معي الايدز، بتنعدوا مني صدقوني. ونحن معنا انفلونزا الطيور سمعان؟ مع الايدز هذا شايفينه فيلم اجنبي، بس هلا رح نفرجيكي فيلم عربي غير شكل. بتقيم الكيس على راسك؟ كيف طاح عينا ما اطيبها؟ لك انا مستغرب كيف حطيت الكيس؟ كيف استطعمته انت؟ خلاص خلاص طلع عيونك ومشي قدامي خلصتي. لا تلمسيني، لا تلمسيني، اسمي ما اطلق، بس الله يموتوا. شو عملوا معي؟ اخذوا الموت، اخذوا الموت، اعطيتوني اياه، اعطيتوني اياه. انا رايحه نادي للمديره، Oh, my God.
معي الايدز، لك معي الايدز، صار يضحكوا يضحكوا. يا حبيبتي بلغنا الشرطه وهن على الطريق، الا ما يمسكون ينالوا جزاءهم. بعد شو عمر ما صارت عنا ولا عند غيرنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ لك زمانك رجال، ليش لا ترافقنا؟ أنا رجال والدعسة فور رقبتك سعدون. ها روق 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 برهو، بس الرجال بيكون عند كلمته مضبوط ولا لا؟ وأنا كنت عند كلمتي، أنا من أول ما تفوتوا قلت لكم ما بدي ما بدي ما بدي. والله فكرناك عم تتدلل، وخاصة إنه قلبك عم بحب. لا سيدي مو صحيح، ما عم نقول عب عب عب. طب ليش لك ليش هربت؟ فكرت الشغلة سهلة. أيوه فارس فكر شغلة سهلة، عم طلعت صعبة كتير لهيك هرب. جبان سعدون قسما بشرفي بنطب كرشك، ها ولا حرب. طيب أنا رح أجي على تعالك. ليش فتت معنا على غرفتها؟ أخي فت معكم بس كون ركبي عم يقصبوا قصف، خفت حدا يجي ويمسكنا ونروح فيها. وقت شفت الطفلة الصغيرة يا أخي ما قدرت. كنت انت مجنون؟ اجد في 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 شيء بعالك؟ ولك نحن شو شايفنا؟ ما في ضمير لحتى نقرب على بنت صغيره؟ لك ابراهيم شو مفكر؟ ما عندنا اخلاق لنمد ايدنا على طفله؟ لا يخزي العين عنكم، كلكم ضمير وشرف واخلاق، الشرف عم يشرشر منكم. بشرفي يا شباب وقت اللي قلت معها ايدز، علي الحرام علي الحرام نشف الدم بعروقي. الله يفضحك على هالخبر. ان شاء الله صدقتها لانك اجدب ووهبة. لك هي عم تكذب علينا يا مجنون مشان نحن نحل عنا وتنفذ مننا، وقالت ايدز لانه قلع المرض بالدنيا وبيعدي بسرعه. وهيك كذبه ما بتمشي غير على اجدب مثلك. بالله وبركم مع ايدز عن جد يا فهمان. لك حمار انت يا حمار، دكتوره ومع ايدز؟ دكتوره؟ لك شو نعمل البنت جنبها بالغرفه؟ لك يمكن تكون اختها، بنتها، لك اخي قرايبتها. فارس مشان الله اسلو حرارته. لك حاجه يا لش هذا في دم لحتى يكون عنده حراره. وحياه جوز عيونك راح تاكل اصابيعك ندم لانك طيرت احلى اكله منك. تاكلك الاكله منك الو. تعبنا بالفارس. عنا عسل؟ عنا دبس دبس عنا. طيب عمو وشو صار بعدين؟ معلش سيادة العقيد تركلت فيه، هلأ ما حتقدر تاخذ منها شيء. كل ما أخذنا أقوال على بكير كل ما استطعنا نلقي القبض على المجرمين أسرع. استنى عليها شوي ولو ربع ساعة ترتاحوا ونضيفكم. ضيفينا؟ ما بصير نحكي قدام الصغيرة. نسرين خدي مريم وخليكي معها. دكتور الله يخليك خليك معه. حاضر. هدول بني آدمي؟ هدول مو بني آدمي؟ مين هدول؟ رح نعرف مين هدول اللي بلا ضمير. الناس بتطلب الحلو بعد ما هيك. وانت استاذ سعدون شلون بتقيم الكيس عن وجهك؟ ما بيستطعم اذا في كيس ما بيستطعم. اي والله ما بيستطعم.
لك يا حباب يا فهيم، اللحم على اللحم غير النايلون على اللحم. بس انت هيك يا فهمان كشفت وجهك قدامه. لا تخاف لا تخاف، خوفه والعتمه والدموع اللي بعيونه ما راح يخلوها تميز شيء. لك انت نسيت انه في بوجهك جرح على راسك يا بني ادم؟ اي والله بهي معك حق. سعدون انت غلطت كثير اخي، ما كان لازم تشيل كسعه عن وشك. شو الحكي؟ اخي كانت الدنيا عتمه، منين بدك تميز الجرح يعني؟ لك اخي ما راح تميزه، ما راح تشوفه، بس بتحس فيه لما بيلمس وجهه. بعدين ضو القمر كان قوي وفيها تشوفك. لك اخي كانت مغمضه عيونها هي، منين بدها تشوف شيء يعني؟ وينك سعدون؟ انا رايي ما اطلع من البيت بنوب من هلا لحتى ننزل على الشام. شو هاد؟ طبعا. ايه اخي مثل ما عم اقول لك، يعني نحن بكره بالليل بدنا نغز على مستودع ابو الفوز نسرقه وناخذ تاكسي ونسافر على الشام. واذا تذكرتهم خليهم يدوروا عليك ليشبعوك، ما راح يلاقوك، صح ولا لا؟ اخي ما شافت شيء، وحياتكم ما شافت شيء. طيب تراهنوا؟ ايه اثنين اللي اعتدوا علي والثالث كان واقف معهم بس بعدين اختفى. طيب انت قلتي لي انه كانوا لابسين اكياس نايلو على وجوههم، معناته اذا شفتيهم ما رح تعرفيهم. كانوا وحوش وحوش بلا ملامح، بس اصواتهم بعرفها منيح لساتها بأداني لهلا، وانفاسهم فوت النزات على جلدي. طيب تذكرتي شيء ساعدنا بإلقاء القبض عليهم؟ واحد من الاثنين قام الكيس على راسه. شفتي؟ شفتي وشه منيح؟ يعني مو منيح منيح، بس في جرح بوشه السفل شفته لدقنه. متأكدة؟ يمكن ما بعرف، لا أكيد في جرح بوشه. هالعلامة اللي انت عم تعطينا اياها رح تساعدنا بإلقاء القبض عليه هو ورفقاته. هتشنقون؟ للأسف عقوبتهم ما بتوصل للشنق. لازم تشنقون، لازم يموتوا. يا مايا اهدي، هن ميتين ميتين، هلأ الفيروس صار بدمه. دكتورة ممكن الفيروس ينتقل لهم بهالسرعة؟ ممكن كتير، بس شو؟ يمكن ما ينتقل؟ انت بدك المرض ينتقل لهالزعران؟ لكن ما بدي بعد كل اللي عملوا فيه. مثل ما نقل لي المجنون الفيروس لازم كنا نقلت لهم اياه. هن انطلبوا، لازم يكون اخذوا. اذا اخذوا الفيروس وما قدرنا نمسكهم بتكون كارثه. طالما هدول زعران لهالدرجه وما عندهم اخلاق، تخيلي لكم وحده ممكن ينقلوا المرض، واللي راح ينتقلوا المرض راح ينقلوه لغيرهم بدون ما يعرفوا، وحسيبي عدد الضحايا اللي ممكن ينصابوا بهالمرض. ساعتها رح تدي لربك وتتمني انه ما يكونوا اخذين الفيروس منك. لا، ادعي لربي يكونوا اخذين.